السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل من تركيا. أعلنت هيئة ميناء اسطنبول في بيان أنه تم إغلاق مضيق البوسفور اليوم الساعة 7:20 صباحا أمام حركة المرور بكل الاتجاهين بسبب الظروف الجوية السيئة وانخفاض مدى الرؤية إلى أقل من نصف ميل. وتم إلغاء بعض خدمات الحافلات البحرية بين بورصة واسطنبول بسبب الظروف الجوية السيئة. وفقا للإعلان الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لحافلات مدينة بورصة البحرية، فإنه تم إلغاء بعض الرحلات البحرية بين بورصة واسطنبول، حيث تم إلغاء رحلة بورصة مودانيا اسطنبول أمينونو سيركاتشي في الساعة 9:30 ورحلة بورصة مودانيا أرموتلو في الساعة 9:30 بسبب الظروف الجوية السيئة. ولنفس السبب تم إلغاء رحلات اسطنبول أمينونو سيركاتشي أرموتلو في الساعة 10 ورحلات اسطنبول أمينونو سيركاتشي بورصة مودانيا في الساعة 10:30.